كل يوم بنشوف فيه تفاصيل جديدة في البروموهات الخاصة بمسلسلات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية الخاصة طبعاً بشهر رمضان الكريم. جهد فني وإنتاجي في غاية الجمال، لوحات فنية كده زي ما حضراتكم بتشوفوا من خلال الشاشة، مليانة إبداع وفي تفاصيل كتير جدا، في أفكار كمان خارج صندوق، موضوعات شيقة مختلفة في مسلسلات السنة دي. مسلسلات رمضان 2024 هيكون فيها تنوع مميز جدا، هتلاقوا اللون الكوميدي والاجتماعي والأكشن والتاريخي والأعمال الوطنية، موسم درامي اجتمع فيه أهم نجوم الدراما من مختلف الأجيال سواء الكبار أو الشباب، هنشوف عودة قوية للفنان الكبير يحيى الفخراني في عتبات البهجة، هنشوف المسلسل التاريخي اللي كل الناس مستنينه الحشاشين لكريم عبد العزيز، مسلسل في الحقيقة من قبل كده ما ينزل بس بمجرد ما شفنا التريلر كلنا حاسين ان احنا عايزين نتفرج عليه، هنشوف الفنانة دينا فؤاد والعوضي مع بعض بيجتمعوا مرة تانية بعد طبعا ثنائيات كتيرة شفناهم مع بعض فيها في حق عرب، راجعين وبقوة وكل جمهور العوضي ودينا فؤاد مستنين كمان المسلسل ده، غادة عبد الرازق كمان من الفنانات اللي راجعة بقوة السنة دي في صيد العقارب، كتير كتير من الفنانين وكتير من الألوان زي ما قلنا الكوميدية كبير قوي طبعا في جزء التامن راجع مرة تانية، التاريخية الاجتماعية كتير من المسلسلات والألوان المختلفة راجعين، والنجوم يعني مفيش أحسن من كده اجتمعوا لمناقشة موضوعات مختلفة ومتنوعة لإرضاء كل أذواق الجمهور. عشان كده بنقول إن دي وجبة درامية مصرية ببصمة مميزة من الشركة المتحدة في إعادة الريادة مرة أخرى للدراما المصرية واستعادة مكانتها كقوة ناعمة. طبعا مفيش شك إن الدراما السنة دي هيكون عنوانها هو التنوع، احنا عندنا 19 مسلسل تم تقسيمهم، 9 مسلسلات من نوعية ال 30 حلقة وعندنا كمان 10 مسلسلات من نوعية ال 15 حلقة. زي ما كنت بتقول يا شاذلي انه تنوع غير مسبوق، ان شاء الله باقة الدراما الرمضانية السنة دي تعجبكم وبالتأكيد هتكون او هنكون معاكم على مدار الشهر عشان نتابع مع بعض ردود الأفعال ونناقش مع بعض الموضوعات المختلفة المطروحة من خلال مسلسلات المتحدة. مرة تانية بنصبح لحضراتكم أهلا بكم في حلقة جديدة من صباح الخير يا مصر.